أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. المبادرات الدولية اللي كتعقدها اليوم الكلية المتعددة التخصصات حول يعني حقوق الإنسان هي كتجي في واحد الظرف طبيعة الحال باش تأكد على السيرورة ديال العمل اللي قمنا به داخل المؤسسة واللي كينخرط طبيعة الحال بتقوية الانفتاح على واحد مجموعة ديال الأوراش داخل شعبة العلوم القانونية وخصوصا في المجال اللي كيتعلق بحقوق الإنسان. السنة الفارطة كان تم التوقيع على واحد المعاهدة أو اتفاقية مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمدينة الدار البيضاء مع السيدة الرئيسة الجهوية، واللي من خلالها تم خلق واحد العيادة قانونية اللي كينشطوا فيها واحد مجموعة ديال الطلبة في هذا الإطار. وبطبيعة الحال هاد المناظرة الدولية كتجي لدعم وتقوية هذا المسار اللي مشات فيه الكلية المتعددة التخصصات، وكتجي كذلك لمسايرة الأوراش الكبرى اللي مفتوحة على الصعيد الوطني، وخصوصا هاد المسألة ديال يعني متابعة الحقوق ديال المهاجرين الأفارقة اللي صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله يعني أعطى الانطلاقة ديال الدوزيام فاغ يعني الفوج الثاني من لهذه المجموعة ديال الأفارقة باش تم تسويد الوضعية ديالهم. والآن كيحضروا معنا واحد المجموعة ديال السفراء ديال الدول الأفريقية خصوصا من تشاد، من جمهورية ديال النيجر، من الكونغو الديمقراطية، وكذلك الجمهورية الليبية، واللي بطبيعة الحال كلهم جاوا باش يساهموا في هذه المناظرة الدولية. فاحنا بطبيعة الحال يعني هذا مجال باش ممكن الباحثين يعني يكون واحد تبادل ديال الخبرات في هذه المجالات المتعلقة ب يعني دعم هذه التجربة الرائدة اللي كيعرفها بطبيعة الحال المغرب منذ الانطلاق ديال المسألة ديال الهيئة ديال الإنصاف والمصالحة اللي كتشكل واحد يعني تجربة رائدة بجميع المقاييس، لأنه يعني مجموعة ديال الدول ومجموعة ديال التجارب الدولية أعطتها واحد الأهمية كبيرة، واللي بطبيعة الحال شكلات واحد الانطلاقة فعلية ديال تطوير حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وشكرا. ديال الشركاء الدوليين هناك كذلك شراكة اللي تم التوقيع عليها مباشرة بعد افتتاح المؤتمر، واللي تم التوقيع عليها مع الشريك الأول ديالنا اللي هو المرصد الدولي لحقوق الإنسان واللي حضر معنا طبيعة الحال السيد الرئيس ديالو. يعني بشكل مقتضب هاد الشراكة هذه الأساس ديالها هو أنه يعني تقوية العمل المشترك في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وبالخصوص في الدبلوماسية الموازية، لأنه الآن احنا كنهيئوا لحضور يعني في واحد المجموعة ديال المحطات الدولية ومنهم طبيعة الحال البرلمان الأوروبي اللي غادي يكون هو المحطة المقبلة إن شاء الله، على أساس أنه الكلية المتعددة التخصصات غادي تساهم في تنوير من خلال واحد مجموعة ديال الآليات تنوير الرأي الدولي حول القضية الوطنية اللي بطبيعة الحال بالنسبة لنا هي القضية الأساس واللي يعني كنشتغلوا فيها بواحد الشكل كبير، وكذلك يعني النجاحات اللي عرفتها واحد مجموعة ديال المجالات ديال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وبطبيعة الحال التجربة الرائدة ديال المغرب في تسوية الوضعية ديال المهاجرين الأفارقة اللي كيعيشوا داخل التراب الوطني. وكاين هناك مجالات أخرى يعني فيما يتعلق بالعيادة
القانونيه اللي كيشتغلوا فيها مجموعه من الطلبه، وهذو كلهم مجالات اللي هي خصبه واللي بطبيعه الحال كنطمحوا اننا نكونوا كنشتغلوا عليها، باش يعني الفكره والرائده اللي انطلق بها صاحب الجلاله محمد سعيد حفظه الله من خلال التجربه ديال لانستونس ايكيتي ريكونسيلياسيون، يعني اللي عطات واحد الاكل ديالها واللي ولات الان يعني تجربه يعني اللي معترف بها دوليا، وكاين مجموعه ديال الدول اللي يعني تتابع بشكل يعني قريب جدا لهذه التجارب الناجحه في المغرب. وشكرا. خرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.